ما زلنا مع كتاب النكاح، وذكر المؤلف 3 شروط للنكاح، واليوم نتكلم عن الشرط الرابع لصحة النكاح. ذكر شرط التعيين، أنه لا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة، ما يصير زوجتك ابنتي وله أكثر من بنت، ولا يجوز زوجتك قبلت لابني وعنده أكثر من ابن، فلا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة، لا بد من التعيين. قلنا هذا الشرط الأول لصحة النكاح. الشرط الثاني الرضا، رضا الزوج ورضا الزوجة، إن كانا بالغين عاقلين فلا بد من رضاهما، وإن لم يكونا بالغين عاقلين فرضا الولي، ولي الزوجة أو ولي الزوج. وتكلمنا عن قضية المرأة البكر والمرأة الثيب، وقلنا الصحيح أنه يشترط رضا البكر ورضا الثيب أيضا. والشرط الثالث هو الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولا بد أن يكون هناك ولي خاص للمرأة، أما الرجل لا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا، أما المرأة فتحتاج إلى ولي سواء كانت بكرا أو ثيبا، صغيرة أو كبيرة، لا بد من الولي، إذن الولي. وذكرنا الولاية في النكاح أبوة بنوة أخوة عمومة، كالولاية في يعني العصبة في الميراث، يبدأ بالأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة. الأبوة قلنا الأب ثم الجد، وطبعا من طرف الأب، أما الجد من طرف الأم لا يكون وليا للزواج، ثم البنوة الابن ابن الابن وابن البنت أيضا لا يكون وليا في النكاح، لا بد يكون من العصبة. ثم الأخوة وهو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، والأخ لأم قلنا أيضا لا يكون وليا في الزواج. ثم بعد ذلك العم، وقلنا العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وقلنا العم لأم لا يصلح وليا كذلك، والخال من باب أولى كذلك لا يصلح وليا. فالأولياء هم العصبات، العصبات أبوة بنوة أخوة عمومة، هذا في الولي. إذن هذه 3 شروط ذكرها المؤلف، والآن يذكر الشرط الرابع وهو الشهادة، شهود، لابد من الشهود في النكاح، لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذه الزيادة وهي شاهدي عدل أنها لا تصح، وهو الأظهر أنها لا تصح، لكن هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين، وهو لابد من وجود الشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلن النكاح، ونكاح السر قال عنه الإمام مالك أنه الزنا، فلا بد من إعلان النكاح سواء بشاهدين أو بعموم شهود، حضور الناس مثلا جماعة تشهد أن فلان تزوج فلانة، وأما السر ما أحد يدري هذا لا يصلح أبدا، فلا بد من الشهود في النكاح. وننبه إن شاء الله تعالى فقط أن الدرس سيستمر بعد العشاء لكتاب العتق إن شاء الله تعالى، الذي فاته كتاب العتق إن شاء الله سيكون بعد العشاء. طيب، يقول الرابع الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين. الشهود لابد أن يكونوا من الرجال، لابد أن يكون من الرجال، النساء لا تقبل شهادتهن في النكاح، وإنما الشهادة هنا للرجال. مكلفين، إذا كان غير مكلف مجنون أو جاهل صغير طفل لا تقبل شهادته، رقيق ولو رقيق، لو عبد ما في مشكلة، المهم أنه عاقل بالغ، المهم أن يكون عاقلا بالغا تقبل شهادته في النكاح. متكلمين سميعين، يعني متكلمين يعني مو شرط، يعني المهم أنه يفهم، حتى لو كان ما يتكلم، لأنه عادة الذي لا يتكلم لا يسمع، لكن لو كان يسمع ورضي هز رأسه بالرضا أو كذا، لأن أحيان هو الذي يولد أصمخ ما يسمع لا يتكلم، لكن لو قدر الإنسان لا هو يسمع لكن فقد حاسة الكلام، فقد الكلام لكنه يسمع، تقبل شهادته إذا يعني كتب أو شيء أنه شهد هذا النكاح. سميعين أيضا يسمع هذا النكاح الذي تم بينه أو يكتب له ذلك. مسلمين، شهادة الكافر لا تقبل في النكاح، لابد أن يكون مسلم، لأن الكافر لا يؤتمن على الشهادة، يمكن ينكر بعد ذلك، لأنه الذي أنكر خالقه لا يستبعد أن ينكر مسائل مثل هذه من المعاملات. عدلين ولو ظاهرا، يعني ما يؤتى بالفساق الذين يعلنون فسقهم للشهادة، لأنه لا تنفع شهادتهم شيئا، لأنه قد ينكر، فلا تقبل شهادة هؤلاء. من غير أصلي الزوجين وفرعيهما،
يعني ما يكون الأب يشهد عن نكاح ابنه أو يشهد عن نكاح ابنته، ولا الابن يشهد عن نكاح أمه ولا عن نكاح أبيه. يعني لا الأصل ولا الفرع، الأصول والفروع لا تقبل شهادتهم في النكاح. فإذا أردت أن تتزوج ما يصير الشاهد أبوك أو جدك أو ابنك أو ابن ابنك، ولا الشاهد أيضا للزوجة أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها، وإنما يكون غير الأصلين، الأصول والفروع، غير الأصول. والأخ ممكن تقبل شهادته في الزواج سواء كان أخ شقيق أو لأب أو لأم أو أي مسلم آخر، لكن الشاهد أن الأصول والفروع لا تقبل شهادتهم في النكاح. نعم. اصبر شوي، إذا الآن أربعة شهود، أربعة شروط لصحة النكاح، ما هي؟ تعيين الزوجين، بعد الولي، الرضا، رضا الزوج والزوجة، لأن الولي حطينا شرط الحالة، الرابع الشهود.